أهلا بكم. قالت مصادر طبية إن أحد المرضى في مستشفى الثورة بتعز توفي جراء انقطاع التيار الكهربائي نتيجة توقف الدعم من السلطة المحلية ومنظمة الصحة العالمية. وبحسب رئيس قسم الطوارئ في المستشفى الطبيب أحمد الدميني، فإن انقطاع التيار الكهربائي يهدد حياة أكثر من 250 مريضا بالفشل الكلوي وحالات أخرى في قسم العناية المركزة وعشرات الجرحى. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقش أسباب إيقاف الدعم على المستشفى وباقي مستشفيات تعز وأثر ذلك على الوضع الصحي في المدينة. وكأن تعز لم يكفها الحرب المسلطة عليها منذ أكثر من عامين، وفي ظل الحرب القائمة يبدو انهيار النظام الصحي وإيقاف الدعم المخصص له جريمة مضافة. قبل فترة أوقف مركز الملك سلمان الإغاثي عقوده مع مستشفيات تعز، ولم تجدد تلك العقود، فيما تمتلئ المدينة بالجرحى. وفي هذه اللحظة توقف الدعم المقدم من الصحة العالمية والسلطة المحلية لمستشفى الثورة أكبر مستشفيات تعز، والمستشفى الوحيد الذي ما زال يستقبل الجرحى والمرضى، وهو ما يهدد العشرات بالموت بحسب القائمين على المستشفى. نبدأ النقاش في موضوع هذه الحلقة بعد أن نشاهد التقرير التالي حول الموضوع للزميلة أمل علي. بعينيها الصغيرتين ترقب من حولها لا تعرف سبب نظراتهم الوجلة وعدهم للدقائق، فشواحن أجهزة المراقبة والتنفس الصناعي بالعناية المركزة هذه التي تستلقي بها لم يكن لها أن تصمد لساعتين بسبب انقطاع مخصص الديزل لمستشفى الثورة بتعز أكبر مستشفيات المدينة. صمدت هذه الصغيرة وعجز عن ذلك أحد المرضى في ذات المكان، توفي وكان السبب انقطاع التيار الكهربائي قبل أن يتدخل أحد المتطوعين لإنقاذ باقي المرضى بدعم المستشفى بكمية من الديزل كافية لتشغيله لساعات. بحسب رئيس قسم الطوارئ في المستشفى الدكتور أحمد الدميني، فإن السلطة المحلية ومنظمة الصحة العالمية أوقفا دعم المستشفى بمادة الديزل، ما يهدد حياة أكثر من 250 مريضاً بالفشل الكلوي بالوفاة خلال أيام، وكذلك عشرات الحالات التي ترقد بالعناية المركزة وعشرات الجرحى أيضاً. قبل فترة انتهت عقود مستشفيات تعز مع مركز الملك سلمان للإغاثة ولم يتم تجديدها، وهو ما أدى إلى تكدس الجرحى في مستشفى الثورة. وبتوقف المستشفى عن العمل تكتمل أركان الكارثة في تعز. يستمر الوضع الصحي في تعز بالتدهور، يقابل ذلك إهمال مرير من جميع الجهات المحلية والدولية المعنية بالأمر، فيما السلطة المحلية التي تخوض فصائلها صراعا مسلحا فيما بينها على عائدات المدينة لم تكلف نفسها بتوفير ما يلزم لمستشفى وحيد لا يزال يقدم خدماته لمرضى المدينة وجرحاها. نبدأ النقاش مع ضيفنا من تعز رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الثورة العام الطبيب أحمد الدميني، أهلا بك. مرحبا أخي العزيز. بداية، ما هي أسباب توقف الدعم للمستشفى؟ بالنسبة لدعم المستشفى، نحن منذ أشهر لم نتلقى أي جزء من الميزانية التي كانت مخصصة لهيئة مستشفى الثورة. مشكلتنا، أريد أن أوضح أن المشكلة ليست بالديزل فقط، المشكلة هي بالميزانية تشغيل المستشفى بشكل عام. يعني لأكثر من 9 أشهر والموظفين في هيئة مستشفى الثورة دون رواتب الكادر الصحي في مدينة تعز بدون أي رواتب. لماذا يستثنى دائما العاملين في القطاع الصحي من الرواتب؟ حاليا المستشفى بدون حتى تغذية، المرضى لا يجدون حتى تغذية، الكادر الصحي يأتي إلى المستشفى بدون تغذية، أغلب من يأتي إلى المستشفى يأتي ماشيا على قدميه، لا يجد حتى قيمة المواصلات. نحن نعمل بالإمكانيات المتوفرة بدعم من منظمة أطباء بلا حدود والتي تدعم فقط قسم الطوارئ، وكررتها أكثر من مرة على وسائل الإعلام، لدينا فقط دعم للطوارئ والعمليات الطارئة. يعني بعض الأقسام التي تتلقى الدعم من بلا حدود حتى هي بشكل جزئي، وبعض الأدوية بلا حدود لا تستطيع أن تدعم المستشفى بشكل عام.
طيب الدعم المقدم إذن المستشفى كان يعمل خلال الفترة الماضية فقط بدعم من منظمة أطباء بلا حدود، هل هذا الدعم يأتيكم مباشرة من منظمة أطباء بلا حدود أم عن طريق وساطة وبوساطة وزارة الصحة ومكتب الصحة في المحافظة؟ وأيضا ما علاقة الوضع الصحي بمركز الملك سلمان؟ هل كان يقدم أي دعم للخدمات الصحية المقدمة من خلال مستشفى الثورة وباقي المراكز والمستشفيات والمستوصفات داخل المدينة؟ نعم، بالنسبة لمنظمة أطباء بلا حدود هي تدعم أغلب الأقسام داخل المستشفى بالحوافز وأيضا بالأدوية، وتدعم يوم بالأسبوع يأتون بالديزل حوالي 500 لتر من الديزل، ولكن هذا لا يكفي سوى ليوم واحد. بالنسبة لمركز الملك سلمان، مركز الملك سلمان يدعم حاليا المستشفى بالأكسجين وأيضا دعموا أجهزة مركز العظام. مركز العظام إلى الآن لم يتم افتتاحه لعدم وجود ميزانية تشغيلية، أولا لاستدعاء الجراحين للكادر التمريضي. لا يمكن أن يعمل يعني مركز متكامل بمجرد أن تأتي إليه فقط بأجهزة وتقول لهم اشتغلوا. يعني أكثر الحالات التي تستقبل حاليا بالمستشفى هي مجانا، خاصة العمليات الإسعافية وجميع حالات الحرب. لا نستطيع فرض رسوم على الحالات الإسعافية وحالات الحرب، وهذا مما يقلل جدا للحالات غير الإسعافية. الإيراد لا يكفي حتى يعني لشراء المستلزمات الطبية والمحاليل المختبر. مركز الملك سلمان يدعم بالحوافز وبعض المستشفيات داخل المحافظة، ولكن انتهت هذه العقود مع المستشفيات الآن قبل 10 دقائق. يتصل بي مندوب اللواء 35 مدرع ويقول ان لديه حالتين عظام محوله من احد المستشفيات التي كانت متعاقده مع مركز الملك سلمان، لم يستدعوا حتى جراح ولا يوجد لديهم جراح تحت الاستدعاء لعدم وجود عقد. يعني طيب، لا يوجد عقد. ساعود الحديث معك عن عقود المركز الملك سلمان، لكن يشرك معنا في الحديث مدير مكتب الصحه في تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي. اهلا بك دكتور عبد الرحيم. مرحبا بك أخي سامي، ومرحبا بالدكتور أحمد دميني وبالسادة المشاهدين. دكتور، بالنسبة لأسباب توقف الدعم على مستشفى الثورة، ما الذي يعنيكم مما حدث؟ أين هي مسؤولياتكم تجاه مستشفى الثورة والمشافي داخل المدينة؟ أولا أخي الكريم، قبل أن يعنينا كمسؤولين، هذا المستشفى يعنينا كمواطنين. هذا مستشفى قدم خدماته في أحلك الظروف، ونحن معنيين بهذا المستشفى كمواطنين أولا، ثم بعد ذلك تأتي المسؤوليات ويتحاسب كل بما قدمه وبما قصر فيه. ما يعنينا في هذا الموضوع كله هو الغياب الكامل والصمت الكامل من قبل من يفترض أن يكونوا الداعمين الرئيسيين لهذا المستشفى. أولا، انقطاع الموازنات التشغيلية عن هذا المستشفى منذ ما يقرب من عام ونصف. ثانيا، الصمت المطبق حول إمكانية صرف هذه الموازنات. ثالثا، عدم التحرك والحركة من قبل السلطة المحلية ومن قبل وزارة الصحة، وهذا شيء نقوله لله ثم للتاريخ، لأننا لا نعتبر أنفسنا جزءا من السلطة بقدر ما نعتبر أنفسنا جزءا من هذه المدينة ومن أهلها التي تعصف بهم هذه الكارثة منذ ما يقرب من عامين ونصف. طيب، أين جانب التقصير من قبل السلطة المحلية ووزارة الصحة؟ هو لو يعكس السؤال تقول أين الجانب الإيجابي، لأنه باستطاعتنا أن نقول أن الجانب الإيجابي قليل ونستطيع أن نعدده، لكن جانب التقصير أنا قلت وأكرر في أكثر من موقف أن المسألة الآن تعدت حدود النقاش والحديث. نحن نعيد ونكرر ثم نعيد ونكرر يوميا نفس الأسطوانة ونفس الحديث. كلما تعاظمت الكارثة وكلما تكررت الكارثة داخل هذه المستشفى، عدنا لنتحدث في نفس الموضوع وفي نفس الحديث وفي نفس الحلول، ونكرره ونلوكه يوميا من على قنوات التلفزة ومن على منصات التواصل الاجتماعي، والحلول هي واحدة. نحن قلنا بأن هذه المستشفى أو غيرها من المستشفيات والقطاع الصحي بالكامل داخل المحافظة بحاجة إلى شيئين: موازنات تشغيلية ورواتب، بعد ذلك يحاسبون من يحاسبون.
وبعد ذلك نتحدث في التفاصيل ونتحدث عن المقصرين وعن الذين أجادوا والذين لم يفعلوا والذين ناموا والذي، أما نعيد هذا الكلام طيب بشكل يومي. هو كان المستشفى صحيح أنه المستشفى الوحيد وكان يعمل بدون رواتب ولا تغذية ولا مواصلات للعاملين فيه، لكن الآن وصلنا إلى كارثة إيقاف الوقود لتشغيل المستشفى. ما هي مبررات السلطة المحلية لإيقافها دعم الوقود؟ يعني أنا يؤسفني أقول بأنه انقطعت كل اتصالاتنا بالسلطة المحلية، وأنا منذ أيام أحاول الاتصال عن طريق من كنا نتصل بهم مدير عام العلاقات في مكتب المحافظة، حاولنا الحصول على إجابة، الإجابات واحدة بشكل يومي أنه لم يستطيعوا إخراج مبالغ من البنك، لم يستطيعوا صرف المبالغ، هناك شيكات متوقفة، هناك المالية لم تصرف، يعني وعود ونفس المشكلة، نفس المشكلة. أنا أقول أن هذا الكلام نحن نكرره منذ فترة، بس طيب. الذي اختلف أن الكارثة تتعدد الأوجه، يوم في الديزل ويوم في الأكسجين ويوم آخر في جانب أمني ويوم آخر في غياب الكادر، لكن أنا أقول أن المشكلة هي حلين لا ثالث لهما، موازنة تشغيلية ورواتب للقطاع الصحي يعود إلى مكانه للعمل. أي أوجه للكارثة سواء كانت ديزل أو أكسجين أو غياب كادر هي مشكلة مترتبة على غياب الموازنة التشغيلية والرواتب، ما عدا ذلك خذوا في التفاصيل كما شئتم. تمام، أعود لضيفنا رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الثورة الدكتور أحمد الدميني. دكتور أحمد، إذا ما عدنا إلى عقود مركز الملك سلمان، حجم الضرر الذي نتج عن انتهاء هذه العقود كدعم للمستشفيات داخل تعز، ويبدو أنه لم يكن مفاجئ انتهاء هذه العقود، ربما كانت مجدولة ومزمنة. نعم، بالنسبة للعقود التي انتهت مع هذه المستشفيات، حاليا كما هو معروف أن المستشفى الخاص يعتمد على الأموال أو الرسوم التي تقدم مقابل أي عملية أو أي إجراءات طبية داخل المستشفى، بمجرد أن يسحب أي دعم أو لا تستطيع دفع مقابل ما يتم إعطاك من خدمة ترفض هذه الخدمة، حتى وإن قدم خدمات فستكون محدودة، يعني لن يقوى هذا المستشفى أو هذا المرفق الطبي على تقديم خدمة طبية بالآجل، ولكن هذا على من سيكون هذه التبعات وعلى من سيكون الثقل، إذن على المستشفيات الحكومية، المستشفى الحكومي الوحيد الذي سيتحمل هذه النتائج وهذه العواقب هو مستشفى الثورة. حاليا حتى دعم أطباء بلا حدود هو لا يدعم كل الأقسام داخل المستشفى، فمثلا هناك بعض التخصصات التي لا تدعم من منظمة أطباء بلا حدود، مثل المخ والأعصاب، مثل العيون، مثل جراحة المسالك البولية، مثل أيضا الوجه والفكين، مثل العيادات الخارجية، مثل الكادر الفشل الكلوي، لا تستطيع منظمة واحدة أن تتحمل كل الأقسام. أيضا حتى مركز الملك سلمان، إن افترضنا أنه قام بدعم هيئة مستشفى الثورة سيدعم فقط المركز الجراحي، لن يدعم معنا مثلا الحروق، لن يدعم معنا المركز الطوارئ التوليدية، لن يدعم مركز الفشل الكلوي، فهذه هي حلول جزئية، هذا تسكين فقط. طيب الآن فقط منظمة أطباء بلا حدود هي المنظمة والجهة الوحيدة المستمرة بدعم مستشفى الثورة العام، أم هناك جهات أخرى مستمرة في الدعم؟ المنظمة الوحيدة والتي لولاها لأغلقت هيئة مستشفى الثورة هي منظمة أطباء بلا حدود، هم يفعلون ما بوسعهم كي لا يغلق. طيب منظمة الصحة العالمية أسباب إيقاف دعمها لكم، هل قدمت لكم الأسباب؟ أعتقد أنهم أعطوا المبررات للدكتور عبد الرحيم السامعي. طيب أنتقل للدكتور عبد الرحيم السامعي. دكتور عبد الرحيم السامعي، نبدأ من مبررات منظمة الصحة العالمية والجهات المانحة، لماذا أوقفوا الدعم عن مستشفى الثورة وعن الوضع الصحي في تعز؟ يا أخي أنا دائما أتحدث وأقول أن هذه المنظمات منظمة لا تخجل، ليس لديها وجوه ولا شهامة حتى للحديث مع الشعب الذي
تتاجر بآلامه لدى المانحين في العالم وتجمع المبالغ الطائلة وعشرات الملايين لكي تدفعها رواتب لموظفيها. منظمة الصحة العالمية أخذنا 3 أشهر من أجل أن نحصل على جواب، مش نحصل على الديزل. لو كانت أخذت 3 أشهر للحصول على الديزل لكنا رضينا عن الوضع، لكن أخذنا 3 أشهر من أجل أن نحصل على جواب. لماذا توقف الديزل عن مدينة تعز منذ شهر أبريل الذي استلمنا فيه حصة شهر يناير؟ لاحظ، منذ شهر أبريل استلمنا فيها حصة شهر يناير، يعني أن مستشفيات مدينة تعز بدون مشتقات نفطية منذ شهر يناير 2017 حتى اليوم. وعندما حصلنا على الجواب قالوا بأننا أفرجنا عن حصة الجمهوري والمظفر وخليفة والمخا والنشمة وبعض المستشفيات الأخرى. ثم عندما سألنا عن مستشفى الثورة قالوا بأن المنحة فيما يخص مستشفى الثورة تحولت من مركز الملك سلمان إلى المنحة اليابانية، والمنحة اليابانية تبدأ من أول أغسطس. طيب نحن اليوم في 2 أغسطس، لا ندري كم ستأخذ العملية الروتينية والبيروقراطية المقيتة والتي لا يستصغ حتى الحديث عنها داخل هذه المنظمة لكي يتصل المشتقات النفطية إلى مستشفى الثورة. طيب حتى نضع الناس أمام صورة الدعم المقدم من هذه المنظمات، ما هو طبيعة الدعم المقدم لكم في مكتب الصحة ولمستشفيات تعز؟ هل هو ديزل فقط أم ماذا؟ اجتماعات وورش ومصروفات ولا يوجد شيء على الأرض يذكر عدا الأدوية التي جاءت طبعا عبر هذه المنظمات. هو الدعم أصلا بالأساس مقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومن الهلال الإماراتي ومن الهلال القطري ومن منظمات أخرى، لكن في الحقيقة أنه المبالغ التي نسمع عنها وجمعت من أجل تنفيذ برامج صحية في المحافظات وفي اليمن مبالغ مهولة. أين تجدها على الأرض؟ لا تجدها إلا في زخات وحقن إنقاذية لا تلبث أن تضيع بمجرد أن تصل يومين أو 3 أو أسبوع أو أسبوعين، لأنها لا تحمل أولا عنصر الاستمرارية، ثم لا تحمل الكمية المطلوبة بحجم الكارثة التي تعيشها المحافظة. وبالتالي هذه المنظمات أنا قلت أنه لا وجه لها ولا تستحي وليس لها أدنى، يعني هذه لا تستحق حتى أن تكون مؤتمنة على ما تجمعه من مبالغ باسم آلام اليمنيين. شكرا دكتور عبد الرحيم. أعود للدكتور أحمد الدميني. دكتور أحمد الدميني، كلمة أخيرة لك. وأيضا الآن حجم المخاطر الماثلة أمام المرضى في مستشفى الثورة مع تدهور الوضع وتوقف الدعم. كما أسلفت أن مشكلتنا ليست فقط بالديزل. قبل ساعتين توفي أحد مرضى الفخذ الكلوي يدعى سعيد، كان من المفترض أن يقوم بالغسيل اليوم، لا يوجد لدينا حتى كادر ليشغل مركز الكلية الصناعية كما كان يعمل في السابق. تم خفض ساعات الفشل الكلوي وهذا يسبب مضاعفات للمرضى. حاليا حتى المركز الباطني غير قادر على استيعاب المرضى الذين يدخلون بمضاعفات لعدم وجود أخصائيين. يعني النتائج هي كارثية. دائما أنا أتحدث عن النتائج الكارثية لعدم وجود ميزانية ولعدم عمل كل الأقسام بالشكل المطلوب، ولكن هذه المرة أنا أقول وبكل صراحة أن هذه الممارسات وهذه السياسة هي يبدو أنها متعمدة لقتل أبناء تعز، يبدو أنها حرب من جهة أخرى. ولكن أنا أولا أحمل المسؤولية محافظ المحافظة والذي إلى الآن لم يكلف نفسه حتى اتصال واحد ليسأل ما الذي نعاني منه هنا في المستشفى، ما هي المشاكل التي حاليا نعاني منها بالدرجة الأولى. حاليا أيضا وزارة الصحة والأمر لا يعنيهم. طيب شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الدميني، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الثورة، كنت معنا من تعز. أعود لي الدكتور عبد الرحيم السامعي. دكتور عبد الرحيم السامعي، إذن يبدو أن هناك كان تعويل ربما على مركز الملك سلمان في دعم المستشفيات داخل مدينة تعز. هذه العقود التي توقفت هي ليست بشكل مفاجئ، كانت مجدولة ومزمنة. لماذا لم يتم البحث عن بدائل؟ لماذا لم يتم التواصل مع مركز الملك سلمان من أجل استمرار الدعم؟ ألو، أسمعك دكتور.
لو سمحت عندي سؤال دكتور سلمان. دكتور، إذا تحدثنا عن مركز الملك سلمان وتوقف أو انتهاء العقود، لماذا لم يتم التواصل والبحث عن بدائل وربما استمرارية هذه العقود؟ يا أخي، مع من نتواصل؟ نحن موظفون محليون، مع من نتواصل؟ إذا السلطة المحلية لم تتواصل، إذا وزارة الصحة لم تعطينا جواب، إذا هذه المنظمات أيضا تسبح في عالم آخر غير العالم الذي نعيش فيه في هذا الحصار وهذه الكارثة التي تعصف بالمحافظة، مع من نتواصل؟ ها هو صوتنا يصل عبركم الآن. هل وصل صوتنا؟ هل يسمعونا؟ طيب، ألا يوجد مسؤولين مباشرين لمركز الملك سلمان لهذه المنظمات يعملون داخل مدينة تعز ربما تكون على علاقة مباشرة بهم؟ لا يوجد موظفين لمركز الملك سلمان في تعز، موظفين مباشرين. طيب، أشكرك جزيلا دكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة على الشفافية وطرحك حول أزمة توقف الدعم في مستشفيات مدينة تعز، ونحاول التواصل الآن بوكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشرجبي من الرياض حتى نبحث معه في أسباب توقف الدعم وما طرح أيضا من قبل ضيوفنا في هذه الحلقة، كما لخصوا عن أسباب المشكلة الحاصلة الآن والقائم في دعم مستشفيات تعز. الدكتور عبد الرحيم السامعي ربما يرى أن الإمكانية استعادة وتفعيل الجانب الصحي في مدينة تعز يتمثل في توفير الموازنة التشغيلية للمستشفيات والمرتبات، ومن ثم يقول ربما الخوض في باقي التفاصيل، هذه الأساس الذي يجب توفيره. أيضا الدكتور أحمد الدميني رئيس قسم الطوارئ، وضعنا أمام صورة لطبيعة الوضع الآن داخل مستشفى تعز، ربما أشار إلى نقطة مهمة وهي وفاة أحد المرضى بالفشل الكلوي قبل ساعتين نتيجة توقف الوقود. يقول أن منظمة أطباء بلا حدود هي فقط من تدعم الآن المستشفى ب 500 لتر في الأسبوع فقط، وأيضا بعض الحوافز تقدم داخل أقسام المستشفى، وتوقفت ربما عقود مركز الملك سلمان كدعمها للمستشفيات الخاصة داخل تعز، وتوقفت عن استقبال الحالات، وبالتالي هي ترسلها الآن إلى مستشفى الثورة في تعز. إذن وضع كارثي داخل المدينة، ويشير ضيفينا ويشير أيضا ضيوفنا إلى أنه لا تجاوب من قبل السلطة المحلية ولا وزارة الصحة معهم لإيصال أصواتهم وربما للرفع وتوفير الدعم لمحافظة تعز. نحن على العموم نحاول التواصل مع وكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشرجبي، وأيضا ربما نعاني من نفس الإشكالية التي يعاني منها مدير مكتب الصحة والعاملين في القطاع الصحي داخل مدينة تعز، لا تجاوب ولا تفاعل من قبل المسؤولين. هذا هو حال حكومتنا الشرعية. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، دون أن نستطيع التواصل مع وكيل وزارة الصحة المقيم في الرياض الدكتور شوقي الشرجبي. انتهت هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل كمال حيدر.